لماذا لما يكونش تعديل حكومي؟ واش خاص تعديل ولا ما خاص تعديل؟ انا كوزير ما تهمنيش هذا الموضوع. هذا المغرب مركز بالنسبه للنقل الجوي في القاره الافريقيه. اليوم شركات الخطوط الملكيه بتدخل الحكومه تعافت. اين وصل هذا المشروع بعد هذا الاسطول الوطني؟ اثمينا دوليا مقارنه مع ما قبل الجائحه ارتفعت ب نقولوا معدل 25%. هاد المهنيين ديال النقل جيتي وحبستيو عليهم الدعم. المكتب ديال المطارات تيسهر على تحسين ديال الجوده ديال جميع المطارات. كاين تذاكر غاليه الطيران، كاين تذاكر ديال السفن. لا انا ما سمعتش بانه كاين طراقي في المراقبه ديال السفن. السلامه الطرقيه ما تتهمش غير الوزير ديال النقل او وزاره النقل. بشكليتها عن خصها تحترم القانون ديال السير، ولكن رغم ذلك ما عندها لا رخصه. واش النهار تدير الخدمه ديالها على حقها ولا وطريقها ولا ناقصه؟